بترجع احداث فيلمنا النهارده لقصه حقيقيه لطالبه ثانوي تم اغتصابها من اكتر من 44 ولد مختلف في المدرسه الثانويه ولمده سنه كامله. والقصه لطالبه اسمها جونجا عمرها 14 سنه. باباها ومامتها منفصلين وبتعيش مع باباها لكنه مدمن خمور. اتعرفت على شاب عمره 17 سنه. الشاب ده قدر يستدرجها ويحط لها المخدر في العصير ويقوم باغتصابها هو واكتر من 10 من زمايله، وبيصوروها وبيهددوها بعد كده بفضحها لو ما نفذتش كل طلباته، وبيجبروها بعد كده تجيب صديقتها ويغتصبوها هي كمان. وكان كل مرة بيتم اغتصابهم من مجموعات متتالية ولمدة سنة. وبعد فضح جريمتهم والقبض عليهم، صديقة جونجا رمت نفسها من فوق الجسر وانتحرت. جونجا قاعدة قدام مديرة المدرسة وبعض المدرسين وبتقول لهم انها ما عملتش حاجة وكل اللي حصل كان غصب عنها لانها كانت خايفة، لكنهم مش مقتنعين بكلامها وبيقرروا ينقلوها لمدرسة تانية. وهنا بيجي المدرس لي المسؤول عن نقلها لمدرسة تانية في مدينة انتيشون لحد ما القضية تنتهي. المدرس جاب شنطتها وخدها وركبوا القطر ومشي، وفي طريقهم دخلوا المطعم علشان يتغدوا. المدرس ليه بيقول لها: جونجا تقدري تعيشي في بيتي مع ماما؟ هي عايشه هناك لوحدها لحد ما اللجنه تشوف لك مكان. انا عارف انك ما عملتيش حاجه غلط، بس الموضوع مش بسيط والمحكمه هي اللي هتقرر ايه الصح وايه الغلط، ولازم تعرفي ان في المدرسه مش عايز حد يعرف بالموضوع، هم بيحاولوا يساووا الموضوع قبل ما الصحافه تعرف. واداها كمان تليفون جديد وقال لها: ما ترديش على اي حد غيري انا وباباك، ولا اقول لك ما ترديش على باباك كمان. ولما وصلوا لمدينه انتيشون، المدرس ليه دخل لوالدته في متجر البقالة بتاعها وبيطلب منها تخلي جونجا عندها أسبوع، لكن مامته بترفض وبتقول له وديها فندق. المدرسة طردتها ليه؟ أكيد وراها مشاكل أو ممكن تكون حامل. المدرس ليه قال لها: لا ولا أي حاجة من الكلام ده، هي هتفضل عندك لفترة بس لحد ما اللجنة تشوف لها مكان وهرجع أخدها. ولما روحوا البيت مامته بتقول له: ليه أنا هتجوز، وأنا مش هتجوز أي حد كده وخلاص، هو يبقى رئيس مركز الشرطة هنا. ليه سكت وقال لها: خلاص ماشي. جونجا بتحاول تتصل برقم مامتها أكتر من مرة، لكن لقيتها غيرت الرقم وما بقاش شغال. وفي أول يوم ليها في المدرسة الجديدة، المدرسة استقبلتها وعرفتها على زمايلها اللي رحبوا بيها، وكانوا ودودين جدا معاها. جونجا لما خرجت من المدرسة راحت قدمت في دروس لتعليم السباحة، وبعد كده بتدور على عنوان لمامتها، ولما وصلت لقيتها غيرت العنوان كمان. جونجا رجعت لمامة لي في المتجر وحاولت تساعدها في البيع، ومع الوقت مامة لي حبت جونجا وبقت تعاملها كويس، لدرجة إنها قالت لها: مش لازم تناديني بشكل رسمي، ممكن تناديني بماما. جونجا كان في زميلة ليها في المدرسة بتحاول تتقرب منها، فجت ليها وبتقول لها: أنت جونجا صح؟ أنا سمعت صوتك وأنت بتغني، صوتك جميل، إحنا فرقة غنائية بالمدرسة ويا ريت لو انضم لينا بالفرقة. جونجا رفضت، وفي نفس الوقت جونجا قدرت توصل لمامتها وراحت لها، لكن مامتها كانت قاسية عليها جدا وبتقول لها: اسمعي يا جونجا، انا دلوقتي اتجوزت ومش هقدر اساعدك، فمش عايزاكي تجيلي تاني. جونجا وهي في المدرسة في يوم دخلت لغرفة الموسيقى، ولانها بتحب الغنى خدت الجيتار وكانت بتعزف عليه وبتغني، ولما زميلاتها سمعوها انبهروا بصوتها وكانوا بيراقبوها من بعيد وبيسمعوها، وبيكتشفوا ان جونجا عندها صوت جميل. وفي يوم المدرس ليه رجع لجونجا علشان يبلغها بتفاصيل قضيتها، كان الشخص اللي مامته هتتجوزه موجود. مامته عرفتهم ببعض واتكلموا سوا بالرغم من ان لي رافض موضوع الجواز لمامته. لي بيقول لجونجا المتهمين في القضية اتحكم عليهم، لكن ابائهم بيطلبوا الاستئناف بس مش هيقدروا لان الادلة كلها ضدهم. تاني يوم زميلة جونجا جت تطمن عليها وبتقول لها: في فيديو عايزاكي تشوفيه. ولما وريتها الفيديو كانت بتعزف فيه على الجيتار في المدرسة وبتغني، وبتقول لها: احنا بعتنا المقطع ده لشركة انتاج وعجبهم صوتك جدا وطلبوا يقابلوكي. جونجا توترت واتضايقت وسابتهم ومشيت. زميلتها خرجت وراها وفضلت تلاحقها وبتقول لها: انت صوتك جميل وموهوبه، في ناس كتير بيتمنوا تبقى عندهم الموهبه دي، انت ليه معقده؟ جونجا قالت لها: انا مش معقده ولا حاجه، بس انت ما تعرفيش عني حاجه، وبعدين انت ليه لطيفه دايما معايا كده؟ قالت لها: مفيش سبب معين، بس انا حبيتك وعايزاكي تبقي صاحبتي. جونجا كمان قربت من صاحباتها واندمجت معاهم وانضمت لفرقتهم الموسيقيه في المدرسه. وفي يوم جالها اتصال من باباها وقال لها انه جاي يزورها، فلما راحت تقابله اتغدوا سوا، وطول وقت باباها بيشرب وفاقد الوعي. وبعد ما اطمن عليها اداها ورقه وقال لها: اكتبي اسمك عليها وامضيها. ولما جونجا حاولت تقراها باباها قال لها: مش لازم تقريها، امضيها وخلاص. ولما خرجوا من المطعم باباها بيقول لها: خليكي واثقه في باباكي ولازم تهتمي بتعليمك كويس، ولازم كمان تبقي قويه لان القوانين قذره وان العداله ما بقتش غير مع اللي معاهم فلوس وسلطه، وسابها ومشي. تاني يوم جونجا وهي رايحه المدرسه اصحابها كانوا بيحتفلوا وبيهتفوا باسمها وبيقولوا انها كس
تثبت في الجولة الأولى للفيديو الغنائي اللي بعتوه طبعا لشركة الإنتاج، وإن الشركة طلبتها تحضر لمسابقة برنامج الغناء. جونجا قربت من صاحبتها أكتر، ولما سألوها عن حلمها قالت إنها نفسها تتعلم السباحة كويس علشان لما تحب تبدأ من جديد ممكن تفكيرها يتغير. وبالليل المدرس لي اتصل بجونجا وسألها: هو باباكي زارك امبارح؟ قالت له: أيوة. المدرس قال لها: أنت مضيتي له على حاجة؟ قالت له: أيوة مضيت له على ورقة. قال لها: إزاي تمضي؟ دي عريضة. جونجا مش فاهمة حاجة وبتقول له: هي عريضة إيه اللي مضيتها؟ قال لها: أنا لما جيلك هفهمك كل حاجة. بعد كده أصحاب جونجا قالوا لها: إحنا محضرين لك مفاجأة. لقيتهم نشروا ليها فيديو وهي بتغني على موقع باسمها وبيقولوا لها: أغنيتك عجبت الناس وهتبقي مشهورة. جونجا اتعصبت واتضايقت وطلبت منهم يمسحوا الفيديو ده حالا. وهم في الفصل باب الفصل بيخبط وكان في شخص غريب واقف، ولما المدرسة فتحت له الباب دخل وسأل عن جونجا، ولما اتأكد إنها موجودة شاور لبقية آباء المتهمين اللي جايين معاه ودخلوا عليها، وكل واحد فيهم مع عريضة وبيطلبوا منها إنها تمضي عليها وبيقولوا لها: إحنا ما معناش فلوس زي بقية الآباء، امضلنا هنا زي ما مضيت لهم. جونجا بتنهار في وسطهم وصاحبتها مصدومين ومش فاهمين حاجة. جونجا هربت منهم لكنهم كانوا بيلحقوها، لكنها قدرت توصل لمكان وتستخبى فيه. بعد كده مدير المدرسة بيقول لها: أنا قبلت وجودك هنا بناء على طلب مديرة مدرستك القديمة، وكان المفروض أتحقق في موضوعك بنفسي قبل ما أقبلك هنا. عموما من هنا ورايح هتخليكي في البيت لحد ما نشوف الموضوع هيوصل لإيه. رئيس قسم الشرطة في المدينة اللي هيتجوز مامت لي بيجي وياخدها من المدرسة علشان يوصلها للبيت عند مامت لي، لكنه كان بيشك في برائتها. وفي البيت حكى لمامت لي وبيقول لها: أنت ناوية تخلي جونجا عندك في البيت؟ أهالي المتهمين مش هيسيبوها في حالها وهيجوا هنا كتير. لازم تعرفي إن صاحبتها اللي كانت معاها انتحرت. وقبل ما يخلصوا كلامهم كانت جونجا نازلة بشنطتها من فوق وقالت لهم: صاحبتي انتحرت لأنها كانت حامل، أنا كنت عارفة ده لكني ما قلتش لحد. وقبل ما تمشي رئيس الشرطة نادى عليها وبيقول لها: جونجا ده طلب من حد معرفة، ابنه من ضمن المتهمين، وواضح ان ابنه كان مجبر يعمل كده، يا ريت تمضي قبل ما تمشي. جونجا مشيت وبتحاول تكلم باباها. باباها كان واضح من صوته انه سكران كالعاده وبيقول لها: ما تقلقيش انا مهتم بالموضوع وهحله قريب، وقفل المكالمه. جونجا اتصلت بالمدرس لي قال لها: الموضوع اتعقد جدا، باباكي استلم فلوس مقابل العريضه اللي خلاكي تمضيها، ودلوقتي الخبر بقى في كل الصحف والقنوات. جونجا بقت تعيط وبتقول: انا خايفه، انا لوحدي ومش عارفه اعمل ايه. جونجا لما فتحت النت لقت القضيه منتشره على كل السوشيال ميديا وبقت على لسان الجميع. جونجا ما كانش ليها مكان فنامت في حمام بخار عمومي، والصبح بتاخد شنطتها وبتروح لمحطة القطر، ولما ركبت القطر بتجيلها رسائل من قناة فضائية بتطلب منها انها تستضيفها، ورسالة من صاحبتها بيقولوا لها: انت فين يا جونجا؟ دي مش غلطتك، اتصلي بينا لانك وحشتينا. جونجا ما ردتش على الرسائل. جونجا فقدت رغبتها في الحياة، هي دلوقتي ما بقاش لها مكان والكل بيشك في براءتها. اهلها بدل ما يحموها باعوها بمقابل مادي. جونجا كانت ماشية في اتجاه الجسر اللي صاحبتها انتحرت من عليه، واخر حد شافها قال انها نطت في البحر وكانت بتعوم بمهارة كبيرة واختفت تحت المية، وبعد شوية ظهر خيال بيعوم تحت المية بسرعة كبيرة ثم اختفت للأبد. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.